بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة دي نتكلم على developmental origin of the arteries اللي كانت بتشكل جزء مهم من الكارديوفاسكولار سيستم. فتخرج الارتريز في جسم الجنين من 3 systems of blood vessels. السيستم الاول كان اسمه درس الاورطة، الثاني هو الاورتك ساك، الثالث هو الاورتك ارشز. هنتكلم عليه بالتفصيل حالا، ونبتدي بالدرس الاورطة. الدرس الاورطة، هذا المصطلح ماذا يعني بالنسبة لنا؟ درس واورطة، بالتأكيد كل اسم من دول، كل شق من هذا الاسم له أصل ومصدر. علشان نصل لهذه النهاية لازم نلجأ للبداية عشان نعرف بداية الدرس الأورطة كانت تكون ازاي. فنرجع للبداية، نرجع للجنين افتر فولدينج بالشكل المشهور بتاعه ده. ده الجنين وجواه الجت تيوب، والجت تيوب البروكسيمال بارت بتاعها كان الفارينكس. اليوجد هنا في الاول في منطقة النك او ورا الاستوموديوم، يلي على طول البروكسيمال بارت اوف ذا فور جت، او البروكسيمال بارت اوف ذا جت اللي اسمه الفور جت، ثم الميد جت والهايند جت. طيب علاقة دول بالدرس الاورطة؟ اقول لكم ننتظر شوية في هذا الانتفاخ اللي كان اسمه ثوراسيك بلج. كانوا كونوا تو اندوكارديال تيوبس. ايوه، تو اندوكارديال تيوبس اللي كانت محور كلامنا في المحاضرات اللي فاتت، اللي اتحدوا مع بعض وعملوا البريماتيف هارت تيوب، اللي تحول لكاردياك لوب، طلع منه فور اكسبانشنز، كل اكسبانشن تحول الى جزء من الديفرنت تشيمبرز اوف ذا هارت. فاكرين الساينس فينوزس والبريماتيف اتريوم والبريماتيف فينتريكل والبالباس كورديس، كانوا طالعين من هنا. طيب هنرجع تاني للبدايه، وقولوا ان تو اندوكارديال تيوبس كانوا قبل ما يتحدوا مع بعض ويعملوا الاندوكارديال تيوب الواحده اللي اسمها البريماتيف هارت تيوب، كان كل واحده منهم كانت على اتصال ببلاد فيزل، واحد رايت وواحد ليفت. التو بلاد فيزلز دول كانوا هما البريماتيف اورطة. يبقى الاورطة الاولاني خالص كان على اتصال بالاندوكارديال تيوب، وكان يقع امام الفور جات اللي هو البروكسيمال بارت اوف ذا جات تيوب، يقع امامها. من اجل ذلك سمي البريماتيف اورطة في هذه المرحلة من عمر الجنين، سمي البريماتيف أورطة بالفنترال أورطة. يبقى الدورسال أورطة احنا بنحكي بداية بقصة تكوينه. تكوينه هنا كان مرتبط بتو أرترز اسمهم البريماتيف أورطة، كانوا خرجوا من الاندوكارديال تيوب جاست ان فرانت جاست فنترال توزي فورجات، وسمي الفنترال اورطة تو فنترال اورتي الرايت والليفت. اخترقوا السبستانس، مشوا راجعين لورا في جسم الجنين، عملوا بنتريشن، هم راجعين لورا دورسل يعني، عملوا بنتريشن. بنتريشن الاستراكشر في هذه المنطقة، هو مين اللي كان يتكون هنا؟ كان يتكون الفارنجيال ارشز الستة، هما اخترقوا السبستانس اوف ذا فيرست فارنجيال ارش، وراحوا اتجهوا للخلف عشان يمشوا ورا مين؟ يمشوا ورا الفور جات. علشان مشوا ورا الفور جات فسميوا في هذا المكان بالدورسال اورطة. اذا الدورسال اورطة هو الدورسال كونتينيويشن اوف ذا تو فنترال اورتي اللي كانوا خارجين من الاندوكارديال تيوب بعد ما اخترقوا السبستانس اوف ذا فيرست فارينجيال ارش، واتجهوا في طريقهم
للخلف behind. behind مين؟ behind the proximal part of the gut اللي اسمها الفور جات، وتسمم بمين؟ بالدورسال اورت. طب وبعدين التو دورسال اورتي الرايت والليفت هيجم ورا اخر ارش اللي هو السكس، اللي هو المفروض يكون ظاهر في المنطقه دي، اللي هو السكس فارينجيال ارش، يعني اللي هو كان مناظر للسكس اورتيك ارش اللي هنتكلم عليه بعد كده، هيتحدوا مع بعض ويكونوا وان بلاد فيزل هو الدورسال اورتا. دي كانت قصة مين؟ قصة اول سيستم او اول سيستم من بلاد فيزلز هجد دريفاتيفز لكثيرا جدا من البلاد فيزلز لجسم الجنين. يبقى احنا شفنا قصة الدورسال اورتا وعرفناها خرج ازاي، ده اول سيستم. السيستم الثاني والثالث، الثاني كان اسمه الاورتيك ساك والثالث كان اسمه الاورتيك ارشز. الاورتيك ساك والاورتيك ارشز، هنقول ان الاورتيك ساك كانت خارجه من البريميتيف اللي هو الفنترال اورتا. الاسم ده سمعناه قبل كده، مين هو الفنترال اورتا؟ لسه قايلينه حالا. الفنترال اورتا مش ده اللي كان على اتصال بالاندوكارديال تيوب، وكان في واحد رايت وواحد ليفت، وكان اتجه لورا للخلف وعمل الدورسال اورتا. ايوه بالظبط. طب التو فنترال اورتي دول هيتحدوا مع بعض في هذه المنطقه في الميد لاين ويكونوا استراكشر جديد، بلاد فيزل جديد اسمه اورتيك ساك. طيب ده السيستم الثاني اللي هو الاورتيك ساك. امال مين السيستم الثالث اللي اسمه اورتيك ارشز؟ الاورتيك ارشز دي عباره عن 6 بيرز اوف ارتريز، ادي 1 2 3 4 5 6. هذه ال 6 بيرز اوف ارتريز ماشيه ارشنج باترن، ماشيه في صوره اقواس على جانب ثم خلف. خلف مين؟ الجط. ايوه الجط قاعده في هذا المكان، تفصل بين الفنترال اورطه في الامام والدورسال اورطه في الخلف. اذا الجط قاعده تشغل هذه المنطقه بين الفنترال اورطه ونزله لتحت والدورسال اورطه. هم هيمشوا من خلف، يمشوا على جوانب ثم خلف الفور جط او خلف الجط، ويتجهم للخلف ويعملوا كونكشن بين الفنترال اورطه والدورسال اورطه. ادي الاورتيك ارشز، اذا دي عباره عن بلاد فيزلز. الله، الاورتيك ارشز ده انا كان في مصطلح خدناه في الفرين اسمه الفرنجيال ارشز. ايه الفرق بينها وبين الاورتيك ارشز؟ فرق كبير. الاورتيك ارشز دي بلاد فيزلز ويبلغ عددها 6، ودي عبارة عن وصلات شريانية مقوسة بين الفنترال اورطة والدورسال اورطة. امال مين الفارينجيال ارشز؟ ده اللي خدناها في البرانكال ابريتاس، ده كان جزء، دي كانت النك اوف ذا امبريو، النك اللي كبرت وطولت وجسمها تحول الى ارشنج باترن. جسمك ارشز دي عبارة عن ماسز من بره اكتوديرم ومن جوه اندوديرم وفي النص ميزوديرم، وطلعت دريفاتيفز كتيره شكلت لي معظم الاستراكشرز اوف زايد اند نيك. اما الاورتيك ارشز ده عباره عن سيستم اوف ارترز، هي عباره عن وصلات بين الفنترال اورطا والدورسال اورطا. الفنترال اورطا اللي كان قاعد قدام الفور جات، والدورسال اورطا اللي كان قاعد ورا الفور جات. طيب احنا عايزين نخلص من الحاجات السهلة، نبتدي بالاورتيك ساك، نخلص من الاورتيك ساك عشان نتفرغ للصعب. الاورتيك ساك اللي احنا اللي هو السيستم من البلاد فيزلز رقم 2، دي عبارة عن بيج ارتيريالي تشانل نشأت من اتحاد التو فنترال اورتي. فده دياجرام للفنترال اورتي، ادي الفنترال اورتا اهو الشيء الليفت، وده الفنترال اورطا الرايت على حسب مكان وجوده في جسم الجنين، وده من انا ناظر له منين؟ من الامام. طيب
ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل بالظبط ان التو فنترال اورتي هيقربوا من بعض ويتحدوا مع بعضهم، قربوا من بعض ويتحدوا مع بعض ويكونوا ايه؟ وان بيج فيوزي فورم ارتيريال شانل اسمها الاورتيك ساك. اذا الاورتيك ساك نشأت من اتحاد التو فنترال اورتي مع بعض. كويس. الاورتيك ساك ديت مصيرها ايه؟ هتبقى ايه من البلاد فيزلز بعد كده؟ الاورتيك ساك ديت عشان نعرف مصيرها هتتقسم بإيميجينري لاين، واحد هوريزونتال واحد فيرتيكال. الهوريزونتال الجزء من الاورتيك ساك اللي قاعد تحتيه اسمه البروكسيمال بارت، والجزء اللي فوق منه اسمه الديستال بارت. نبتدي احنا بالبروكسيمال بارت. البروكسيمال بارت اوف ذا اورتيك ساك اللي هو ده اللي قاعد جنب الترانكس ارتريوزس. طب مين الترانكس ارتريوزس ده؟ الترانكس ارتريوزس اللي كان جزء، الترانكس ارتريوزس اللي كان جزء من الكاردياك لوب، البريمتيف هارت تيوب، اللي طلع، اللي طلع مين؟ طلع البلمونه ترانك والاورطه. ايوه، طلعهم بعد ايه؟ طلعهم بعد ما حصل فيه سبتم اسمه اورتيكو بلمونري سبتم. صحيح. اذا البروكسيمال بارت اوف اورتيك ساك اللي هو قاعد تحت اللاين ده هيروح، ايه اللي هيحصل له؟ هيبقى تبع الترانكس ارتريوزس، ويحصل له زي ما حصل في الترانكس ارتريوزس. يحصل له ايه؟ ان الاورتيكو بلمونري سبتم اللي شق الترانكس ارتريوزس لتو بارتس، كل بارت كون بيج فيزل اللي هو البلمونري ترانك والاورطه، هيمتد في البروكسيمال بارت ديت اوف ذا اورتيك ساك ويشقها لجزئين اتنين. هيشقها لجزئين اتنين. طب نتيجه دخول الاورتيكو بالمونري سبتم من الترانكس ارتريوزس الى جسم البروكسيمال بارت اوف ذا اورتيك ساك هينشأ عنه ايه؟ هينشأ عنه البلاد فيزلز اللي طالعه من الاورتيك ساك من هذا المكان، هتكون على اتصال بالبلاد فيزلز اللي طالعه من الترانكس ارتريوزس. يعني ايه تاني؟ يعني اقول لك من الاورتيك ساك كان طالع اورتيك ارشز. ايوه صحيح. تحت ده كان من 3 ل 6، تحت اللاين ده كان الاورتيك ارشز من 3 ل 6. كويس. ومن الترانكس ارتريوزس كان طالع بلاد فيزلز. مين هم؟ البلمونري ترانك والاورطه. اذا نتيجه امتداد الاورتيكو بلمونري سبتم للبروكسيمال بارت اوف ذا اورتيك ساك هينشا عنه كوميونيكيشن بتوين ذا بلمونري ترانك اند اورطه اللي كانوا خارجين من الترانكس ارتريوزس. كوميونيكيشن مع مين؟ مع البلاد فيزلز اللي طالع من هنا. مين البلاد فيزلز طالع من هنا؟ الاورتيك ارشز. فهنجد ان البلمونري ترانك والاورتيك ارشز هيكونوا على اتصال ببعض من الاورتيك ارشز اللي خارجه من الاورتيك ساك. طب ده البروكسيمال بارت. امال الديستال بارت اوف ذا اورتيك ساك؟ الديستال بارت اللي هو يقع سيفاليك، اللي يقع فوق كرينيال لهذا الهوريزونتال، الهوريزونتال لاين، هوريزونتال ايميجينري لاين، ده لاين تخيلي. هذا الديستال بارت اللي هو الكرينيال بارت اوف ذا اورتيك ساك هيتقسم بفيرتيكال لاين الى تو هافز او تو ليمز، رايت ليمب وليفت ليمب. الرايت ليمب اللي هو ده سيصبح الانومينيت ارتري اللي هو البريكيوسيفاليك ارتري ده على الرايت سايد، اما على الليفت سايد فيشكل جزء من مين؟ هيشكل جزء من الارش اوف اورتا. طيب ده كان الاورتيك ساك. طب ماذا عن الاورتيك ارشز اللي هو السيستم الثالث؟ الاورتيك ارشز اللي هو السيستم الثالث، انا باخد المصير بتاع هذه البلاد فيزلز او هذه السيستم اوف بلاد فيزلز ودورها في تكوين الارترز. انا خدت رقم واحد الاورتيك ساك وشفت كون اثنين. طب الاورتيك ارشز السته مصيرهم ايه وهيكونوا مين؟ تعالوا نشوف مع بعض. الاورتيك ارشز اللي هي عباره عن 6 بيرز اوف ارترز هتخرج من الاورتيك ساك او تعمل ورصه وصله
بين الاورتيك ساك بوصفها الوريثه الشرعيه لمين؟ للتو فنترال الاورتي، وتروح توصلهم بمين هنا؟ بالدورسال الاورتا. هذه السكس اورتيك ارشز اللي هي وصلات بين الاورتيك ساك والدورسال الاورتا كانت منظره للسته فارنجيال ارشز. ده مش كده وبس، ده كان يخرج من كل ارش من السته اورتيك ارشز بلاد فيزل يروح يغذي الفارنجيال ارشز. ادي كانت الاورتيك ايه؟ الاورتيك ارشز. مصيرها ايه؟ دي هتطلع لي بلاد فيزلز كتيره في منطقه الهيد اند نيك هنا. طب خليها لوحدها وتعالوا نشوف ايه السيستم التالت اللي اسمه الدورسال اورطا. الدورسال اورطا تعال نفك، طب من خلال هذه الرسمه تعال نفك طلاسم هذه الرسمه. ده الدورسال اورطا على الرايت سايد اهو، ده الدورسال اورطا على الرايت سايد، يفضل ماشي اهو 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 كده اهو لحد هنا اهو، وده الدورسال اورطا على الناحيه الثانيه ويفضل ماشي كده اهو اهو لحد هنا. كويس، ده الدورسال اورطا. امال فين الفنترال اورطا؟ الفنترال اورطا كان مكانهم هنا اهو. الله، الفنترال اورطا اتحدوا مع بعض وعملوا الساك دي، ده دي الاورتيك ساك. الاورتيك ساك اللي لسه متكلمين عليها من شويه، اللي الكرينيال بورت بتاعها انشق التو ليمز، ادي ليفت ليمب ورايت ليمب. الله، ليفت ليمب اللي هو ده، ده اللي كون جزء من مين؟ جزء من الارش اوف اورطا، البروكسيمال بارت اوف ارش اوف اورطا. طيب وده الرايت ليمب اللي كون مين؟ ده اللي كون الانومينيت ارتري. صحيح، يبقى المفروض المكان ده كان مكان وجود الاورتيك ساك، وادي الدريفاتيفز اللي طالعه منه. طيب يبقى الاورتيك ساك اللي هي هتمثل مين؟ او ممثله في مين؟ في جزء من الارش اوف اورطا والانومينيت ارتري، وده الدورسال اورطا، ودي البلاد فيزلز اللي موصلهم مع بعض اللي كان اسمها ايه؟ الابورتيك ارشز. احنا هنا الفيرست والسكند سيبناها منهم، ادي كان السيرد ابورتيك ارش اهو، وده الفورس ابورتيك ارش، ومن هنا ده كان السكس ابورتيك ارش اللي كان طالع بعد كده في بلاد فيزل طالع في من المستوى بتاعه اسمه سيفنس انتر سيجمنت اللي هنتكلم عليه بعدين. فين بقى الدورسال اورطا بتاعنا؟ ادي الدورسال اورطا اهو، مصيره ايه بقى؟ تعالوا نشوف مصير الدورسال اورطا ودوره في اخراج وتكوين بعض من الامبورتنت ارتريز في جسم الجنين. ناخد اولا هذا الجزء من الدورسال اورطا على الرايت سايد وادي على الليفت سايد، بس نبتدي بهذا الجزء اللي كان يقع في مستوى اعلى من، اعلى من مين؟ من السيرد اورتيك ارش. ده السيرد اورتيك ارش وده الدورسال اورطا اللي يقع كرينيال لو. هنلاقي انه هيخرج مين؟ بص كده على الرايت سايد وعلى الليفت سايد، ده كان بيخرج الانترنال كاروتيد ارتريز. يبقى عندي هنا الديستال بارت اوف ذا انترنال كاروتيد ارتري، نهايه الانترنال كاروتيد ارتري هو الجزء من الدورسال اورطا اللي يقع كرينيال تو ذا ليفل اوف ذا سيرد اورتيك ارش. طيب مش خارج من السيرد اورتيك ارش، هو خارج من الدورسال اورطا في المنطقة أعلى السيرد أورتيك أرش. طب الجزء ده بقى من الإيه؟ من الدورسال أورطا اللي يقع في المستوى بين السيرد أورتيك أرش والفرس أورتيك أرش اللي هو الجزء ده. ده كان هيشكل مين؟ هيشكل ضغط أهي. الضغط دي هنا أهي، والضغط دي هنا أهي. الضغط دي بيسموه ضغطس كاروتيكس. الضغط دي تختفي وتذوب، الديسابير. طب بين الفورس اورتيك ارش والسيفنس انتر سيجمنتال اللي هو المناظر للسكس اورتيك ارش اللي هو ده، فنجد الجزء ده يا جماعه من الدورسال اورطا اهو هيشكل مين؟ لا ده على الرايت سايد هيشكل حاجه وعلى الليفت سايد هيشكل حاجه. بصوا على الرايت سايد شوف شكل مين، هو المفروض ده الدورسال اورطا اهو، هيذوب ويختفي ويحل محله. ده مين ده؟ ده كان الرايت سبكليفيان ارتري.
يبقى جزء كبير من الرايت سبكليفيان ارتري هيطلع من الدورسال اورطة على الرايت سايد في المنطقة المحدودة بين الفورس اورتيك ارش والسكس اورتيك ارش اللي هو في مستواه كان السيفنس انتر سيجمنتال ارتري. مين السيفنس انتر سيجمنتال ده؟ شوية نعرفه. طب ده كان على الرايت سايد، طب على الليفت سايد هنا بصوا، على الليفت سايد ادي الدورسال اورتا اهو، شوف على الليفت سايد اهو داب وراح، ومين اللي حل محله؟ ده حل محله الديستال بارت اوف ارش اوف اورتا، لا نقف هنا. يبقى الارش اوف اورتا البروكسيمال بارت بتاعه ده اهو كان طالع منين؟ من الليفت لمب اوف ذا اورتيك ساك، والديستال لمب بتاعه ده اهو اللي هو ده اهو كان مين؟ ده كان جزء من الدورسال اورتا اللي يقع بين مستوى الفورس اورتيك ارش ومستوى السكس اورتيك ارش ممثلا في السيفنس انتر سيجمنتال ارتري. يبقى عرفنا مصدرين هما لمين؟ للارش اوف اورتا. طب الجزء بقى اللي هو تحت مستوى الايه؟ السيفنس انتر سيجمنتال، تحت مستوى السيفنس انتر سيجمنتال يعني تحت مستوى السكس اورتيك ارش او ادي السيفنس انتر سيجمنتال وادي عندي الدورسال اورتا، الدورسال اورتا على الرايت سايد هنا هيختفي. طب على الليفت سايد يا نهار ابيض، شوف على الليفت سايد عمل ايه؟ على الليفت سايد ده هيكون نهايه مين؟ نهايه الارش اوف اورتا. يبقى بصوا معايا كده، الارش اوف اورتا اهو، الارش ادي الارش اوف اورتا خرج من ثلاث مصادر، له بروكسيمال بارت وله ديستال بارت. الديستال بارت اهو ادي الديستال بارت، الديستال بارت ده هيخرج من مصدرين اتنين، الدورسال اورتا بين 4 و6 والدورسال اورتا تحت 6 اللي هو تحت السيفن سنتر سيجمنتال ارتري. كده يبقى خلصنا مصير الدورسال اورتا. طيب تعالوا نشوف البرانشز، دي كانت البرانشز الكبيره، تعالوا نشوف بقى البرانشز الاصغر حجما اللي خرجت من الدورسال اورتا. كانوا اربع انواع من الارترز، النوع الاول والثاني في السبلانكينيك اريا في صوره فينترال ولاترال سبلانكينيك ارترز، النوع الثالث اللي اسمه انتر سيجمنتال ارترز، واخيرا الرابع اللي هو الامبليكال ارترز. طيب تعالوا دلوقتي نشوف الفينترال واللاترال سبلانكينيك ارترز. الفينترال سبلانكينيك ارترز اللي اسمها فيتال لاين ارترز كانت هي الارترز اوف ذا جات. لما ناخد الابدومين، فاكرين في الابدومين لما اتكلمنا على ان قلنا ان الجات في الابدومين طلعت لي قسمناها الميد لفور جات وميد جات وهايند جات. الفور جات وشفنا الاجزاء بتاعتها واشهرها الاستومك وجزء من الدودينه وجزء من الاسوفيجاس، والميد جات اللي هي الدودينه اللوب والمشتقات اللي طالعه منه، والهايند جات الحاجات المصطلحات دي كلها عرفناها في الابدومين، مش داعي اكررها دلوقتي عشان الوقت. فهنجد الارتري اللي هيغذي الفور جات اسمه السيلياك ترانك او السيلياك ارتري، ده الموست كرينيال، والارتري اللي هيغذي الميد جات اسمه سوبيرو ميزنتريك، والارتر اللي غذى الهايند جات اسمه انفيرو ميزنتريك. الثلاثه ارترز دي اللي بيغذوا من الجات هي نماذج للفنترال سبلانكينيك ارترز اللي خرجت من الدورسال اورطا. اما اللاترال سبلانكينيك ارترز اللي هتغذي اورجنز على البوث سايدز لمنطقه الابدومين من الامبريو، فكانوا رينا الارترز والجناد الممثلة في التستيكولر او الاوفيريان، ثم الميدل سوبرا رينال والانفيريور فرينيك ارترز. دي بيسموها السبلانكينيك ارترز الفنترال واللاترال. طيب يبقى دي المجموعة الاولى والتانية اللي خرجت من الدورسال اورطة. المجموعة التالتة اللي كان اسمها السوماتيك او الانتر سيجمنتال ارترز، دي ارترز يبلغ عددها حتى السراس السكرال ريجن 24 بالاضافه الى السكرال انتر سيجمنتال ارترز.
جزء منها يخرج في منطقة النك، يخرج من الدورسال أورطة في منطقة النك يسموها سيرفايكال انتر سيجمنتال، وجزء آخر يخرج من الدورسال أورطة في منطقة الثوراكس يسموها ثوراسيك انتر سيجمنتال ارتريز، وجزء آخر يخرج من الدورسال أورطة في اللمبر ريجون يسموه لمبر انتر سيجمنتال ارتريز. الثلاثة الأولين دول عددهم 24، وأخيرا جزء يخرج من الدورسال أورطة في منطقة السكرال ريجون ويسموهم السكرال انتر سيجمنتال ارتريز. دي هنتكلم عليها تفصيلا حالا. وأخيرا النموذج الرابع للارتريز اللي خرجت من الدورسال أورطة هي الأمبليكال ارتريز. الامبليكال ارتريز ده عبارة عن زوج من الارتريز تخرج من الدورسال اورطة تروح للبلاسنتا، بس وهي ماشية رايحة للبلاسنتا كانت ماشية في الاول على السايدز اوف ذا كلوكا، ثم يركبهم او يمشوا مع الالانتويس حتى يذهبوا الى منطقة البلاسنتا. في الاسبوع الرابع كان كل ارتري من التو امبليكال ارتريز هيكتسب كونكشن مع الكومن الياك ارتري ويفقد اتصاله الاولي مع الدورسال اورطة. يعني ايه؟ يعني ينفصل عن الاورطة ويروح يمشي في الجزء اللي بعد الاورطة اللي كان اسمه الكومن الياك ارتري. ده في الاسبوع الرابع. اما بعد الولادة حصل شيء غريب قوي، شيء غريب للامبليكال ارتري. فنجد ان البروكسيمال بارت اوف الامبليكال ارتري هو اللي يظل ويبقى ويبقى اسمه الانترنال الياك والسبيرور فيزيكال، بينما الديستال بارت هتحصل له حادثه هينسد، يحصل له اوبليتريشن ويتحول لليجامنت تربطه بالامبليكاس اللي هي بقايا البلاسنتا او بقايا الامبليك الكورد اللي كان رايح للبلاسنتا، ومكان الاوبليتريشن يتحول بقيه الامبليك الارتي الى ليجامنت اسمها ميديال امبليكال ليجامنت. تعالوا نشوف مع بعضنا الانتر سيجمنتال ارتريز اللي كانت خارجه من الدورس الاورطة. لو نفتكر الدياجرام ده، دي شدي الاورتيك ساك، اي نعم، وده الدورس الاورطة بالظبط. امال مين ديت؟ اه ديت كانت الاورتيك ارشز. امال فين الخامس؟ ايه الخامس ده؟ الخامس الاورتيك ارش ده حصل له اوبليتريشن وديس ابير وراح واختفى، راح يمكن حتى النقطه دي نسينا نتكلم عليها مع الاورتيك ارشز، راح واختفى وكان السبب في ضمور واختفاء الفيفس فارنجيال ارش. طب فين الانتر سيجمنتال؟ ادي الانتر سيجمنتال ارترز، ادي البيانات بتاعتنا اهيت، ادي الاورتيك ساك وادي الدورسال الاورطه وادي اتحاد الدورسال الاورطه مع بعض، الدورسال الاورطي واتحادهم مع بعض وكون الدورسال الاورطه واحد وراء السكس فارينجيال ارش او السكس اورتيك ارش. طيب مين الانتر سيجمنتال ارترز؟ دي عدد 24 ارترز باستثناء السكرال، جزء منهم يخرج في منطقه النك ويبلغ عددهم سبعه، او سبعة انتر سيجمنتال ارتريز. السبعة انتر سيجمنتال ارتريز دول هيتوصلوا مع بعض بتلاتة لونجيتيودينال ارتيريال ارتريز. كويس. طب دول السبعة اللي في منطقة النك اللي اسمهم سيرفايكال انتر سيجمنتال ارتريز. طب كويس، سيرفايكال يعني اللي هم سوماتيك. في منطقة الثوراكس كان عندي 12 انتر سيجمنتال ارتري، وفي منطقة اللمبر ريجون 5، وعدد 4 تانيين يخرجوا من منطقة السكرال ريجون. طب الارتريز دي تطلع ايه؟ دي هتطلع ديريفاتيفز، يعني السيرفايكال انتر سيجمنتال هيطلعهم ارتريز اخرى، كذلك الثوراسيك واللمبر والسكرال. فين هي؟ تعالوا نشوف مع بعض. كل السيرفايكال انتر سيجمنتال ارتريز اللي كانوا خارجين
من الدورسال أورطة هيختفوا ما عدا رقم 7 اللي اسمه السيفنس انتر سيجمنتال ارتري اللي كان بيخرج من الدورسال أورطة في مستوى مناظر للسكس أورتيك ارش. السابع اللي هو ده السيفنس انتر سيجمنتال ده كان بيكون ده طبعا كلهم هيختفوا ويذوبوا، ادي الانتر سيجمنتال هنا اختفت ودابت ما عدا السابع السيفنس انتر سيجمنتال الذي ظل صامدا ثم تحول الى جزء من السبكليفيان ارتري. الله، ده احنا خدنا السبكليفيان ارتري كان طالع على الرايت سايد، كان طالع من جزء من الابورتك من الدرس الاورطة، ونرجع لها وعلى الليفت سايد هيكون مين؟ السبكليفين ارتري. طب مش احنا قلنا ان السبعه سيرفيكال انتر سيجمنتال ارترز كانوا متوصلين مع بعض بثلاثه تشانلز؟ ايوه، الثلاثه تشانلز دي تتحول الى بعض من البلود فيزلز اللي كانت خارجه من السبكليفيان ارتري، وكان اشهرهم الفيرتبرال ارتري خارج من السبكليفيان، وده كان احد الثلاثه لونجيتيودينال تشانلز اللي كانت موصله الانتر سيجمنتال ارتريز ببعض. اذا مصير السيرفايكال انتر سيجمنتال ارتري هو اختفائها، بينما يقبع السابع ويظل ويمتد ويصير اسمه السبكليفيان ارتري على الليفت سايد، وعلى الرايت سايد هيصير جزء من الرايت سبكليفيان، ويظل السيفنس انتر سيجمنتال اللي بقى السبكليفيان حاملا الثلاثه لونجيتيودينال شانل، وكان اشهرهم مين؟ الفيرتبرال ارتري. طيب اما الثوراسيك انتر سيجمنتال ارتريز اللي كان عددهم 12 كانوا 11 منهم هيتحولوا الى الانتر كوستال، ورقم 12 هيصبح السب كوستال، بينما الاربعه لمبر ارترز سيظلون في مكانهم. الاربعه لمبر انتر سيجمنتال هيتحولوا الى ايه؟ هيتحولوا الى اربعه لمبر ارترز. اللمبر ارترز دي موجوده في الادلت، موجوده في الادلت هيومن بينج. اما الفيفس لمبر انتر سيجمنتال ارتري، الفيفث لامبر انتر سيجمنتال ارتري سيتحول الى الكومون الياك ارتري. يبقى هنا في هذا المكان ال 12 ثوراسيك انتر سيجمنتال صاروا من الانتركوستال ارتريز والسبكوستال، واول اربعه لامبر صاروا اللامبر ارتريز، اول اربعه لامبر انتر سيجمنتال صاروا اللمبر ارتريز، بينما تحول الفيفث لمبر انتر سيجمنتال ارتري الى مين؟ اهو الى الكومن الياك. ايه؟ الى الكومن الياك ارتري. طب بص كده معايا، الكومن الياك ارتري ده اللي هيتفرع لفرعين اتنين، اكسترنال وانترنال الياك، هنجد ان الاكسترنال الياك برانش بتاعه هيظل ان كوميونيكيشن مع مين؟ مع السبكليفيان بلونجيتودينال ارتيريال شانل. اللونجيتودينال ارتيريال شانل اللي هتوصل الاكسترنال الياك اللي خرج من الكومن الياك اللي هو كان الفيفث لمبر انتر سيجمنتال، هذه الفيرتيكال لونجيتودينال شانل ستتحول الى ثلاثه ارتريز. الابر موست بارت بتاعها اللي هو ده سيصبح الانترنال ثوراسيك ارتري، بينما الميدل بارت سيصبح السوبيريور ابيجاستريك ارتري، وكان الكودال بارت او اللور بارت ستصبح الانفيريور ابيجاستريك ارتري.